وزراء مصطفى مدبولي يعقد اجتماعا وزاريا لبحث ملف تنمية شمال سيناء. القضاء على خلية إرهابية بالعريش ومصرع 14 من عناصرها. ارتفاع حصيلة ضحايا تسونامي في إندونيسيا إلى 222 قتيلا. بانوراما نيل، ساعة إخبارية شاملة، أهلا بكم. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا وزاريا موسعا لبحث تنمية سيناء. أشار مدبولي إلى أن هناك مقترحات بإعفاءات ضريبية وحوافز للمستثمرين وميزات تفضيلية للمواطنين تشجيعا للإقامة في شمال سيناء. شارك في الاجتماع لفيف من الوزراء من بينهم وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط والتضامن الاجتماعي والكهرباء والصحة، إضافة إلى وزير الخارجية. والمزيد من المتابعة، ينضم إلينا هاتفيا مراسل النيل لدى مجلس الوزراء أحمد أبو الحسن. أحمد، أهم ما جاء بالاجتماع الوزاري الموسع لرئيس الوزراء؟ يعني بعد التحية زميلتي أمل، بالفعل يعني في إطار اهتمام الحكومة بالتنمية في سيناء بشكل عام وفي شمال سيناء على وجه الخصوص، عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا موسعا حضره عدد من السادة الوزراء المعنيين لوضع مقترحات ومميزات تفضيلية حقيقية يعني لزيادة التنمية في شمال سيناء على وجه الخصوص، حيث تم الاتفاق على مع الوزارات المعنية على حزم تفضيلية وتشجيعية للمواطنين على السكن والإقامة، وأيضا فيما يتعلق بالمستثمرين هناك العديد من المقترحات لتسهيل وتيسير إجراءات الحصول على الأراضي. أيضا في مجال التعليم هناك أيضا العديد من المميزات بالإضافة للإسكان، حيث يعني فيما يتعلق أيضا بالتجمعات الزراعية يعني كان هناك أيضا 11 تجمعا تنمويا زراعيا على مساحة نحو 5200 فدان أعلن عنها محافظ شمال سيناء خلال الاجتماع، سيتم طرحه أيضا قريبا للمستفيدين، ستسهم في تحقيق معدلات عالية للتنمية بخلاف مدينة رفح الجديدة أيضا التي سوف يتم إنشاؤها. هناك أيضا توفير وحدات سكنية فيما يتعلق بالإسكان الاجتماعي في شمال سيناء بأسعار أقل من مثيلاتها في باقي المحافظات، وكذلك أيضا تخفيض المصروفات بنسب كبيرة في المدارس المتميزة التي تنفذها الدولة. العديد من المقترحات يعني مميزات أكثر لتنمية شمال سيناء. أشكرك جزيل الشكر مراسل النيل لدى مجلس الوزراء أحمد أبو الحسن، شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة. تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية ورجال القوات المسلحة والشرطة بإحدى المناطق النائية بمدينة العريش. قامت القوات الأمنية بمداهمة تلك البؤرة، وحدث اشتباك بإطلاق النيران مع العناصر الإرهابية لبضعة ساعات، والذي أسفر عن مصرع 8 من العناصر الإرهابية ومحاولة مجموعة أخرى الفرار من مكان المواجهة، حيث طردتهم القوات وتمكنت من قطع طريق الهروب. وفي تبادل لإطلاق النيران لقيت تلك المجموعة وعددهم 6 عناصر إرهابية مصرعهم، وعثر بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات الناسفة. والمزيد من المتابعة وتحليل، ينضم إلينا هاتفيا سيادة اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. سيادة اللواء بعد التحية، كيف تتابع المجهودات التي تقوم بها القوات الأمنية للقضاء على العناصر الإرهابية وما قاموا به من مطاردتهم بالعريش؟ اعتقد ان دي رسالة طمأنينة للشعب المصري، خصوصا ان احنا في فترة اعياد ومناسبات ايجابية كلها، وفي ظل افتتاحات كثيرة جدا. اعتقد ان عمال الرصد والتتبع للانشطة والخلايا الكامنة من العناصر الارهابية في اطار الدور اللي بتقوم به عناصر الامن الوطني تزامنا مع عناصر القوات المسلحة في منظومة متكاملة لتأمين الجبهة الداخلية،
اعتقد ان النتائج دي تكون مفعله والواضح من ما تم القبض عليهم او من تم تصفيتهم وجود اسلحه وذخائر معاهم. اعتقد ان ده دلاله على ان هذه العناصر كانت تنتوي لاستهداف المنشات الهامه والحيويه في الدوله بالاضافه الى ضباط القوات المسلحه والشرطه. اعتقد ان النجاح ده بيدل على ان في منظومه امنيه متكامله بتحقق السيطره والاستقرار الداخلي اللي احنا بننشده في ظل اعمال ايجابيه بتتم من افتتاحات ومن مناسبات سعيده دينيه وقوميه، وده يمكن بيؤكد رساله الطمانه للمواطن المصري. أشكرك جزيل الشكر سيادة اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. عاشت مصر آمنة. تجري كل مديريات الأمن انتشارا مكثفا بالمحاور والشوارع والميادين والمنشآت الهامة، إضافة إلى دور العبادة للتعامل الفوري وتصدي الحاسم إلى كل من شأنه تعكير صفو أجواء احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد. كما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية وشرطة نسائية، إضافة إلى الاستعانة بكلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت. تدابير وإجراءات أمنية تتخذها وزارة الداخلية استعدادا لاستقبال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية بكافة المحافظات. فقد قامت مديريات الأمن بالبدء في تنفيذ خطط أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وتوفير كافة وسائل الراحة والأمان للمواطنين. انضباط واستعداد كامل للقوات المشاركة وجاهزية عالية للتعامل بفاعلية وبحسم مع ما يستجد أمنيا وأي خروج على القانون من خلال تدريب يؤهلهم لذلك، مع تزويدها بالعدة والعتاد التي تتيح لها التحرك السريع والتعامل الفوري. تضمنت الإجراءات التي اتخذتها مديريات الأمن تعزيز الوجود الأمني ونشر الخدمات الشرطية بنطاق دور العبادة بعد انطلاق القوات من سكناتها بكامل التجهيزات. ونشر الأقوال الأمنية مع الدفع بقوات التدخل السريع كداعم للخدمات الأمنية على الطرق والمنشآت الهامة والحيوية، وتكثيف انتشار الارتكازات الأمنية المسلحة بكافة المحاور المرورية والمناطق الهامة والحيوية ودور العبادة، وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام من خلال التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن. وكثفت مديريات الأمن من الخدمات المرورية في جميع الشوارع والمحاور الرئيسية لتسيير الحركة المرورية، وكذلك الطرق والشرايين الرئيسية الرابطة بين المحافظات، ويشرف على تنفيذ هذه الخطط الأمنية بالمحافظات مدير الأمن لضمان الدقة في تنفيذها مع مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين. وتبعث وزارة الداخلية من خلال هذا الاستعداد والانتشار الأمني بكافة المحافظات برسالة ردع لكل من يخالف القانون، وأنها سوف توفر المناخ الآمن للمواطنين للاستمتاع بأجواء الاحتفالات مع التزام الجميع بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين لتدق أجراس الكنائس وترتفع ترانيم الميلاد وسط هذا الجو الآمن الذي توفره الأجهزة الأمنية. طلب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال الحكومة بضرورة الرد خلال 7 أيام على البيانات العاجلة التي يقدمها النواب خلال الجلسات العامة للمجلس. هذا وقد وافق مجلس النواب في جلسته اليوم بصورة نهائية على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لعام 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية
والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم. كما وافق رئيس مجلس النواب على إحالة مشروعي قانون بشأن مكافحة الغش والأحوال الشخصية إلى اللجان المختصة لمناقشتهما. كما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال نهائيا اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لعام 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية. أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن فحص 8,266,708 مواطنين حتى ظهر اليوم 23 للمرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار 100 مليون صحة. وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضي وصل إلى 21,007,000 مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي وبعلاجهم بالمجان تماما. تواصل المدارس الثانوية بمحافظات المرحلة الأولى التسعة عمل المسح الطبي لفيروس سي والأمراض غير السارية وفقا لمبادرة رئيس الجمهورية. قد بدأت المستشفيات والمراكز العلاجية صرف الأدوية بالمجان للتلاميذ الذين ثبتت إيجابيتهم لحمل هذا المرض والتي لا تتعدى 3% من عدد المتقدمين. أكثر من 450 ألف طالب بالمرحلة الثانوية بالمحافظات التسع تم فحصهم للوقاية من فيروس سي. وجاءت محافظة الإسكندرية أكثر المحافظات إقبالا من قبل الطلاب الذين وصل عددهم إلى أكثر من 96 ألف طالب. المبادرة يتم خلالها تحويل الطلاب الذين ثبتت إصابتهم بفيروس سي إلى المراكز العلاجية لتلقي العلاج بالمجان. نسبة العلاج في الطلبة مش كبيرة قوي، بس احنا بدأنا فعلا العلاج بالنسبة للطلبة. أول منطقة بدأنا فيها العلاج الفيوم. الطلبة تقريبا دلوقتي حوالي 300 واحد أخذوا علاج. طالب بيبقى عارف إن ده حاجة في صالحه، فطبعا بيقدم، بدليل إن احنا بعض الحالات المرضية بتكتشف من خلال الحملة وبيتم علاجها بالمجان. إقبال الطلاب على فرق المسح الطبي بالمدارس يؤكد وعيهم الكامل بأهمية المبادرة للقضاء على فيروس سي. مبادرة كويسة طبعا، الأول كان في خوف قليل، بس ازاي اخاف حاجة لمصلحتي؟ هم جابونا هنا عشان يكتشفوا الأمراض اللي عندنا، الحاجات المستخبية. لا هي حملة كويسة، بس أنا كنت خايفة شوية، بس لا إن شاء الله تبقى حلوة، مفيش حاجة تخوف. هي مش بتفيدني أنا شخصيا، هي بتفيد الشعب كله، ودي حاجة كويسة. وإحنا طبعا بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هو نزل لنا المبادرة دي، لأن هو بجد عايز يعمل مجتمع بدون أي أمراض، وأول مرض إن هو يدي عليه فيروس سي. تواصل عمل فرق المسح الطبي للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية وتوافد الطلاب عليها بشكل كبير يؤكد وعي المجتمع بأهمية المبادرة وخلو مصر من المرض بحلول عام 2020. محمد حلمي، النيل. قام قائد الجيش الثالث الميداني يرافق محافظ السويس بافتتاح أعمال تطوير مدرسة التوفيق للصم وضعاف السمع بمنطقة التوفيقية، والتي قامت قيادة الجيش الثالث الميداني بتطويرها بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني، فضلا عن مشاركتها في تطوير عدد من المدارس الأخرى بمراحل التعليم المختلفة. يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع بتوفير الدعم لمؤسسات المجتمع المدني. وأشاد محافظ السويس بالتنسيق المستمر مع القوات المسلحة ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية داخل المحافظة.
أحبطت وحدات الجيش السوري محاولة تسلل واعتداء مجموعات مسلحة باتجاه نقاط عسكرية متمركزة في ريف حماة الشمالية. ووجهت وحدات الجيش السوري ضربات مركزة على مواقع ومقرات لمجموعات مسلحة في قرى المشيك وتل واسط وزيارة في سهل الغاب بالريف الشمالي، أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من المسلحين وتدمير مقرات ونقاط محصنة ومواقع كانوا يستخدمونها في الاعتداء على النقاط العسكرية. تواصل تركيا إرسال تعزيزاتها العسكرية إلى مناطق شمال سوريا تسيطر عليها القوات الكردية التي تتوعدها أنقرة بهجوم عسكري جديد. كانت تركيا قد عززت من تواجدها العسكري شمال سوريا في أعقاب إعلان الرئيس ترامب بشكل مفاجئ سحب القوات الأمريكية المتمركزة في شمال شرق سوريا. في ظل الوضع المتوتر في شمال سوريا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من هناك، شهدت المنطقة تصعيدا جديدا من قبل القوات التركية، حيث أرسلت أنقرة تعزيزات عسكرية قرب منطقة تسيطر عليها القوات الكردية التي تتوعدها أنقرة بهجوم عسكري جديد. نحو 35 دبابة وغيرها من الأسلحة الثقيلة وأفراد من القوات الخاصة التركية عبرت معبر جارابلس الحدودي على متن ناقلات مدرعات، وبحسب شهود العيان ينتشر جزء من العتاد العسكري والجنود في نقاط على الحدود، بينما عبر البعض إلى داخل سوريا عبر منطقة البيالي الواقعة على بعد 45 كيلومترا من مدينة منبج شمال سوريا والتي كانت سببا للتوتر بين أنقرة وواشنطن. جاء ذلك على الرغم من تصريحات سابقة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن بلاده ستؤجل عملية عسكرية مزمعة ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا. التحركات العسكرية تأتي في وقت حذر فيه مسؤولون أكراد من أن أي هجوم تركي يعني انسحاب مسلحيها من جبهة القتال الأخيرة ضد تنظيم داعش الإرهابي في محافظة دير الزور. كانت أنقرة قد أعلنت الجمعة الماضية أن تركيا ستتولى المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا مع سحب الولايات المتحدة لقواتها، مضيفا أن العملية العسكرية المزمعة ستستهدف كذلك وحدات حماية الشعب الكردي. والمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا من دمشق السيد يعرب خير بك الإعلامي والصحفي. سيد يعرب، بعد التحية، ما هي السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة القادمة في ظل تعزيز تركيا من تواجدها العسكري هناك في أعقاب أيضا إعلان ترامب سحب القوات الأمريكية المتمركزة في شمال شرق سوريا؟ نعم، بداية تحية لك ولجميع مستمعيكم ومشاهديكم. عمليا ما تقوم به تركيا من حشود هي عملية فعلا تضع في نصب عيونها ضرب المجموعات القيادات الكردية وتجمعات هذه وحدات حماية الشعب المتواجدة في شرق الفرات بالكامل. هناك أيضا نوايا أساسا، النوايا الحقيقية هي نوايا استعمارية، نوايا محاولة أن تكون هي البديلة عن الأمريكي في سرقة نفط المنطقة. التركي مطامعه يعني بداية هو أخذ لواء اسكندروف وأخيرا بعد أخذ إدلب وإضافة إلى عفرين، واليوم يتجه بأنظار اتجاه المنطقة الشرقية بحجة التواجد المجموعات الكردية المسلحة في هذه المنطقة. عمليا يعني أنا أؤكد لك أن هناك قوات سورية أيضا توجهت باتجاه منبج وهي قريبة من منبج اليوم تحاول الوصول قبل قوات تركية. الإشكالية الوحيدة والسبب الوحيد الذي يمكن أن يمنع هذه الحرب اليوم التي تبدو تركيا جادة جدا فيها، خصوصا أنها استخدمت أهم مجموعات ما يسمى بالمعارضة السورية لتكون هي الواجهة للهجوم التركي على هذه المناطق والتي كانت هي الواجهة في عفرين والتي هي الموجودة في إدلب. عمليا اليوم إذا وقفت قوات قسد موقف عقلاني وسلمت المناطق للدولة السورية ووصل الجيش السوري إلى هناك فلن يعود هناك أي حجة للتركي، وأنا أؤكد لك أن تركيا لن يدخل في هذه المعركة. إذا بقي الأكراد أو قوات قسد إذا بقيوا متمسكين بهذا التفكير ومعولين على بعض الوعود إن كانت أمريكية أو فرنسية وسوف تكون نهايتهم كما حصل في عفرين في هذه المنطقة، ولكني أرجح قوة الجيش والوصول إلى صيغة تفاهم بين الدولة السورية وقوات قسد. سيد يعرب، يعني ماذا عن تطورات الوضع الميداني في ظل إحباط الجيش السوري، محاولات تسلل واعتداء مجموعات من المسلحين باتجاه ريف دمشق؟ نعم، ريف دمشق ولا ريف حماة؟ نعم صحيح، ريف حماة الشمالية. نعم، صحيح.
تماما تماما. عمليا هذه الاعتداءات هي هذه المرة التاسعة خلال الشهر الجاري فقط، إضافة إلى اعتداءات كثيرة قبلها. هناك أكثر من 37، هذا الرقم الذي صرح به من شهداء من الجيش العربي السوري في ريف حما وفي منطقة الغاب وفي ريف اللاذقية بسبب هجمات مسلحين في إدلب. هناك محاولة لإنهاء اتفاق إدلب ولتصعيد الأمور. الدولة السورية ما زالت تتبع الصمت أو الصبر الاستراتيجي الذي تحاول من خلاله منع أي تصعيد كبير، إضافة إلى تجهيزات كبيرة جدا للجيش العربي السوري في هذه المنطقة المحيطة. طبعا حتى الآن هناك صد أكثر هجمة خصوصا مسلحين ما يسمى أنصار التوحيد التي ضربت مواقع الجيش في السكرية وفي خفية وفي أبو قميص وفي الهيبة وتلعزو والبراغيث في هذه كلها جنوب شرق إدلب. لذلك أنا أعتقد بأن هناك محاولة تركية لتصعيد الوضع، هناك محاولة سورية لضبط الوضع، ولكن التجهيزات جارية وأنا أتوقع أن تكون الأمور باتجاه التصعيد أكثر منها اتجاه إيجاد أي سهل. أشكرك جزيل الشكر من دمشق السيد يعرب خير بك الإعلامي والصحفي. أفاد مصدر أمني عراقي اليوم بأن القوات الأمنية والحشد الشعبي اتخذا إجراءات أمنية مشددة على طول الشريط الحدودي العراقي السوري لمنع حالات تسلل عناصر تنظيم داعش إلى الأراضي العراقية. وأضاف المصدر أن القوات الأمنية نشرت عددا من كاميرات المراقبة والرصد ضمن الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون وقوع أي خرق أمني، لافتا إلى أن القوات الأمنية كثفت من تواجدها بالمناطق القريبة من الشريط الحدودي. علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استقالة المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش برايت ماكاورك بقوله إنه أمر غير هام. وصف ترامب ماكاورك في تغريدة له على حسابه على تويتر إنه ينشر أخبارا ملفقة ويحاول تضخيم الموضوع. يذكر أن استقالة ماكاورك تعتبر ثاني استقالة لمسؤول أمني في إدارة دونالد ترامب بسبب قرار سحب القوات الأمريكية في سوريا بعد استقالة وزير الدفاع جيمس ماتس. أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني أن الميليشيا الحوثية تحاول التغطية على هزائمها في مختلف الجبهات وصناع البطولات الوهمية ومنها سيطرتها على السرواح ومأرب، مشيرا إلى أن الميليشيا حاولت التسلل لمواقع الجيش وزجت بالمئات من عناصرها في هجمات انتحارية وتكبدت خسائر فادحة. يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المعارك الضارية بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي بمديرية حيدان غرب محافظة صعد شمال البلاد. وذكرت مصادر ميدانية أن قوات الجيش تمكنت خلال اليومين الماضيين من تحرير مواقع جديدة في منطقة ميران وقتل عشرة الحوثيين. أعلنت الأمم المتحدة أن الفريق الأممي للإشراف على وقف إطلاق النار في الحديدة برئاسة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامارت قد وصل إلى صنعاء. كان الفريق قد أعلن في وقت سابق أن مهمته في الحديدة ستقتصر على الإدارة وعملية التفتيش وفي مينائي صليف ورأس عيسى في الحديدة وتعزيز وجود الأمم المتحدة في هذه المنطقة. جهود حثيثة تبذلها الأمم المتحدة من أجل حلحلة الأزمة اليمنية. كبير المراقبين المدنيين للأمم المتحدة المكلفين بالإشراف على تنفيذ اتفاق الحديدة الهولندي باتريك كامارت وصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء من أجل حث المتمردين الحوثيين على التعاون من أجل إنجاح الهدنة الهشة. مصدر في الأمم المتحدة صرح أن كامارت بحسب الاتفاق والذي تم التوصل إليه في السويد سيقوم بتقديم تقارير أسبوعية حول التزام الأطراف بتعهداتها والخاصة بوقف إطلاق النار. وتأتي زيارة كبير المراقبين المدنيين بالأمم المتحدة إلى صنعاء بعد زيارته للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، والتقى خلالها مع مسؤولين في الحكومة المعترف بها دوليا. وبحسب الأمم المتحدة فإنه من المقرر أن يعقد الفريق الأممي في الحديدة أول اجتماع للجنة المشتركة بين طرفي النزاع
في 26 من الشهر الجاري. ويسيطر المتمردون الحوثيون منذ عام 2014 على الحديدة، والتي تعرضت لهجوم كبير من قبل قوات الحكومة الشرعية، ويسري وقف إطلاق النار هش في الحديدة، بينما يتبادل الطرفان منذ الثلاثاء الماضي اتهامات بخرق الاتفاق. والمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا من القاهرة سيد محمد المخلافي المحلل السياسي اليمني. سيد محمد بعد التحية، برأيك كيف تنجح مهمة فريق الأمم المتحدة المشرف على وقف إطلاق النار في الحديدة في ظل الخروقات من قبل الحوثيين؟ مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين. الحقيقة الخروقات التي تم رصدها خلال الساعات الأولى من إعلان وقف إطلاق النار كانت كفيلة بنسف هذا الاتفاق تماما ونسف التفاهمات، لكن دائما أقول بأنه الاختبار الحقيقي أمام هذه الاتفاقية وأمام سلطة الأمم المتحدة وتنفيذها لقراراتها من مجلس الأمن تحت البند السابع ستوضع أمام الاختبار فعليا بنزول هذه اللجنة التي تعتبر مدنية للإشراف على وقف إطلاق النار وتحديد آلية معينة لإعادة الانتشار. إعادة الانتشار نقصد به هنا أنه انسحاب الميليشيات الحوثية من الموانئ الثلاثة ومن المرافق الحكومية في المدينة، يعني كبداية لحل شامل للقضية اليمنية. ارتضت الشرعية أن توافق على هذا الحل وهو تجزي القضية والبدء ببناء الثقة. بالنسبة لمحافظة الحديدة، القرار الأممي الجديد يعني ينص على أنه المرجعية هي القرار السابق 2216 والذي ينص بصريح العبارة على انسحاب الحوثيين من كافة المرافق والمدن التي سيطروا عليها. الأمم المتحدة في هذا التوقيت أو من خلال القرار الذي أصدرت نصت في ديباجته على أنه الوضع في اليمن ما زال يعني محل قلق ويقلق الأمن والسلم الدوليين. لذلك نحن نقرأ أنه قد يكون هناك ثمة تدخل مستقبلي أو يعني لغة صارمة من قبل الأمم المتحدة أمام أي طرف من الأطراف سيقوم باختراق الاتفاق الذي نصت عليها الأمم المتحدة والذي جاء بصريح العبارة لإخراج الحوثيين ببعض ما الوجه، لأنه كانوا سيفقدون الحديدة ويعني بالتالي يعني يفاوضون على صنعاء العاصمة وهي آخر معفل لهم. أشكرك جزيل الشكر من القاهرة سيد محمد المخلافي المحلل السياسي اليمني. اقتحم 118 مستوطنا يهوديا من بينهم عضو الكنيسة المتطرف يهودا جالك اليوم، اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية الخاصة. وتمت الاقتحامات عبر مجموعات صغيرة ومتتالية استمعت إلى شروحات حول صورة الهيكل المزعوم. من جانبه ندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الشيخ يوسف إدعيس باقتحام عشرات المستوطنين للأقصى وكذلك من قبل شخصيات سياسية إسرائيلية. نعى الأزهر الشريف ضحايا تسونامي المدمر الذي ضرب اليوم جزيرتي جاوا وسوماترا بإندونيسيا وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا ومئات المصابين. كما تقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة لدولة إندونيسيا رئيسا وحكومة وشعبا ولأسر الضحايا، وأعرب عن أمله أن يتغمد الله الضحايا بوسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والصلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يجنب العالم مثل هذه الكوارث. أمر رئيس الإندونيسي الوكالات الحكومية بسرعة التعامل مع كارثة موجات المد العاطية تسونامي والتي ضربت المناطق الواقعة حول مضيق ساندا الذي يقع بين جزيرتي جاوا وسوماترا الإندونيسيتين. كما أعلنت الحكومة الإندونيسية عن ارتفاع حصيلة ضحايا موجات المد العاطية تسونامي إلى 222 قتيلا وإصابة 843 آخرين، مشيرة إلى أن هناك عشرات الأشخاص ما زالوا في عدد المفقودين.
تسونامي جديد يضرب الأرخبيل الأسيوي الواقع على حزام النار بالمحيط الهادئ ويودي بحياة العشرات في إندونيسيا. أمواج مد بحرية عاتية ضربت المناطق الساحلية القريبة من مضيق سوندا الإندونيسي الواقع بين جزيرتي جاوا وسوماترا ويربطهم ببحر جاوا بالمحيط الهندي. بسبب المحاق الجديد يرافق انهيار أرضي تحت سطح البحر نتيجة ثوران بركان أناكرا كاتوا تلك الجزيرة الصغيرة الواقعة في مضيق سوندا. وكالة الحالات الطارئة بدورها أعلنت أن المد البحري أوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى فضلا عن عدد غير معلوم من المفقودين علاوة على تدمير مئات المنازل، في حين حذر الصليب الأحمر الإندونيسي من أن حصيلة الضحايا قابلة للارتفاع وأن أفرادها لا زالوا يبحثون عن ضحايا وسط الأنقاض. السلطات الإندونيسية أعلنت أن أكثر مناطق المد البحري تضررا هو منتجع تانغونغ لي سونغ غربي جاوا، ودعت السكان والسياح في المناطق الساحلية حول مضيق سوندا إلى البقاء بعيدا عن الشواطئ، كما أبقت على تحذيراتها من ارتفاع المد مرة أخرى حتى نهاية الشهر الجاري. إندونيسيا والتي تضم 17,000 جزيرة تعد من أكثر المناطق عالميا عرضة لموجات تسونامي، وذلك بسبب احتكاك الصفائح التكتونية التي تؤدي إلى زلازل متكررة ونشاط بركاني كبير، كان آخرهما زلزال الذي ضرب مدينة بالو في جزيرة سولاويسي الإندونيسية وأسفر عن مقتل أكثر من 2,000 شخص، في حين لا يزال هناك 5,000 آخرين في عداد المفقودين غالبيتهم طمروا تحت الركام. نشرتنا متواصلة معكم ونتابع فيها بعد الفاصل الاقتصادي استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية بعد تأجيل الكونغرس مفاوضاته لإقرار قانون الإنفاق الفيدرالي عقب عطلة أعياد الميلاد. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يعقد اجتماعا وزاريا لبحث ملف تنمية شمال سيناء. القضاء على خلية إرهابية بالعريش ومصر 14 من عناصرها. ارتفاع حصيلة ضحايا تسونامي في إندونيسيا إلى 222 قتيلا. والآن مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد مع الزميل حسام الدين عاطف، ولكن بعد هذا الفاصل. شكرا للزميلة أمل نعمان، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى باقتنا الاقتصادية. أهم ما فيها: مجلس الوزراء يعلن الانتهاء من مشروع روضة السيدة زينب خلال 18 شهرا بإجمالي وحدات سكنية بلغت 816 وحدة. أهلا بكم من جديد. قام المركز الإعلامي بمجلس الوزراء بنشر فيديو حول مشروع روضة السيدة زينب تل العقارب سابقا بمحافظة القاهرة، والذي تم الانتهاء منه في وقت قياسي استغرق 18 شهرا فقط. مصر بتتغير، رؤية وطن وعزيمة شعب.
احنا طبعا دلوقتي في احد المواقع اللي هو صندوق تطوير العشوائيات بيشتغل عليها، اللي هي منطقه روضة سيدة اللي كان يطلق عليها قبل كده منطقة تل العيد. طبعا كصندوق بنسجل المناطق الغير آمنة على مستوى الجمهورية بمعايير الخطورة المختلفة، فدي كانت أحد المناطق اللي هي مصنفة من درجة الخطورة الثانية اللي هو بنقول عليها سكن غير ملائم. أنا كان عندي هنا على تبة عالية في حدود 12 متر ارتفاع عن الشوارع المحيطة بالمشروع، أنا شلت تقريبا أكثر من 160 ألف متر مكعب أتربة وحفر. دي كانت بتقابلنا مشكلة كبيرة جدا، ان هي كان ناتج الأتربة اللي موجودة في المشروع كانت بتشال كلها ليلا، ما تقدرش تشيلها بالنهار. لما ابتدينا التصميم كان اهم نقطة عملناها اننا ابتدينا من بالقعد مع الناس في الاول، معرفة طلباتهم، وبناء عليه ابتدينا نحط التصميم اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي. أولاً إزاي نربط تصميم بالمنطقة التاريخية زي سيدة زينب بطبعها المعماري الإسلامي المتميز. ثاني حاجة إننا نحاول نكون ضمن تكلفة المشروع بصفته أحد المشروعات من حدود الدخل بحيث ما تزيدش التكلفة. والنقطة الثالثة الحقيقة كان مهم جداً إننا نحط تصور بحيث إننا يكون المشروع جميل، مش بيقدم مسكن بس ولكن بيقدم بيئة معمارية وعمرانية جميلة الناس تنتمي ليها وتحس بالفخر بانتمائها للمكان. انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من تحديث الملف الوظيفي لبيانات العاملين في دواوين عموم 27 وزارة، بالإضافة إلى بعض الجهات التابعة لهم، وذلك في إطار المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. تهدف عملية التحديث إلى وضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري وفقا لعدة عوامل، منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري. أكد وزير التجارة والصناعة عمرو نصار أن مصر تمتلك كافة الإمكانات التي تؤهلها لتحقيق طفرة صناعية واقتصادية كبرى. وأشار نصار في سياق كلمته خلال فعاليات الجلسة العامة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي والمنعقدة بعنوان استراتيجية الصناعة، أشار إلى أن قطاع الصناعة يأتي على رأس أولويات خطة الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. وتابع الوزير أن خطة الوزارة لتعميق الصناعة ستسهم في رفع معدلات نمو الناتج الصناعي لتحقق 8% بحلول عام 2020، خاصة في ظل توجه كثير من المصانع لتعميق الصناعة. وقعت مصر وألمانيا اليوم اتفاقيتين للتعاون المالي والفني بقيمة 150.5 مليون يورو، وقام بالتوقيع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي دكتورة سحر نصر وسفير ألمانيا لدى القاهرة يوليوس جورج لوي. وأوضحت نصر أن الاتفاقية الأولى تخص التعاون الفني في قطاع التعليم من خلال منحة بقيمة 48 مليون يورو، وذلك في إطار دعم مبادرة الرئيس السيسي للاستثمار في العنصر البشري، إضافة إلى دعم قطاعات البنية الأساسية والبيئة. هذا وتخص الاتفاقية الثانية تمويل عدد من المشروعات في قطاعات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 102.5 مليون يورو. ترأس وزير البترول طارق الملا وفد مصر المشارك في المؤتمر الوزاري 101 لمجلس وزراء الدول المصدرة للبترول أوبك والذي يعقد بالكويت. وقال الملا إن المؤتمر يمثل أهمية كبرى في تفعيل أوجه التعاون بين الدول العربية في صناعة البترول والغاز على أساس المنفعة المتبادلة، بما يعزز التكامل العربي في هذه الصناعة الحيوية. وأضاف الملا أنه عقد مباحثات ثنائية مع وزراء البترول العرب المشاركين في المؤتمر، تم خلالها بحث أوجه التعاون في ظل النمو الذي تشهده الأنشطة البترولية في مصر بالسنوات الأخيرة.
قال المتحدث باسم وزارة التموين أحمد كمال إن مصر تمتلك احتياطيات من القمح تكفي حتى نهاية إبريل من عام 2019. وأضاف المتحدث أن مصر لديها احتياطيات من السكر تكفي حتى بداية مايو، مع وجود احتياطي من الزيت يكفي لمدة 3 أشهر. من ناحية أخرى، أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أنه سيتم بدء توريد سلعة المكرونة لوزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من بعد غد الثلاثاء لطرحها على البطاقات التموينية اعتبارا من الشهر المقبل. انطلقت فعاليات الملتقى التوظيفي الرابع للشباب بمحافظة القاهرة بمنطقتي الزيتون والأميرية، وذلك بمشاركة أكثر من 60 شركة بهدف توفير فرص عمل للشباب. وأكد مسؤولون أن الملتقى يوفر مختلف الوظائف للشباب والتي تتمثل في مجالات الهندسة والمقاولات والأمن وغيرها. ده رابع مرة بننظم الملتقى ده، والحمد لله الثلاث مرات اللي قبل كده نجاح كبير، ونجحنا ان يكون في عدد كبير من الناس توظفوا، وزي حضرتك شايفه كده اللي فيه ناس كتير جاية عايزة فرص عمل. الناس كلها محتاجة الحقيقة فرص عمل، ودي العملة النادرة. احنا اكتر طلبات بتجينا هي طلب التوظيف، مش عندها رغبة حقيقية في الشغل، مهم يكون في فرصة ان يلاقوا اللي محتاجين الشغل. الفئات المستهدفة جميع الفئات، يعني سواء معاه مؤهل او غير معوش مؤهل. احنا طبعا عندنا اشكاليه في مصر ان معظم البطاله في المتعلمين. الاشكاليه والتحديات اللي بتقابل سوق العمل ان مخرجات التعليم لا تتوافق مع احتياجات سوق العمل، ده التحدي الاساسي. لكن احنا كوزاره قوى عامله بنقوم بعمليه يعني تحويليه او تدريب تحويلي للخريجين بحيث يقدروا ان هم يشغلوا هذه الوظائف. ومشاهدينا، إلى هنا انتهت وقفتنا الاقتصادية، وعودة للزميلة أمل نعمان بعد الفصل. أهلا بكم من جديد. في العاصمة الأمريكية واشنطن، أرجأ مجلس الشيوخ الأمريكي إلى ما بعد عيد الميلاد المفاوضات الهادفة لإقرار قانون للإنفاق الفيدرالي، ما يعني أن الإغلاق الجزئي للحكومة باق حتى الخميس القادم على أقل تقدير بسبب استمرار الخلاف بين الكونغرس ورئيس دونالد ترامب حول تخصيص أموال لبناء جدار على الحدود مع المكسيك. ويصر ترامب على تخصيص 5 مليارات دولار لبناء جدار عند الحدود مع المكسيك بهدف منع الهجرة غير الشرعية، وهو ما يرفضه الديمقراطيون الذين يعارضون بشدة هذا المطلب. احتشد الآلاف في بلغراد للاحتجاج على سياسة الرئيس ألكساندر فوسبيتش، وطالبوا بوضع حد للعنف، ويعد هذا هو ثالث احتجاج كبير في العاصمة الصربية منذ هجوم على غورغو زيفانفيتش وهو زعيم حزب اليسار الصربي في نوفمبر الماضي. ويصف نشطاء المعارضة حزب فوزاتش التقدمية الصربي بأنه فاسد، كما يزعمون أنه يسيطر على الكثير من وسائل الإعلام الصربية. تراجعت شعبية فوزاتش منذ فوزه في انتخابات رئاسية في عام 2016 بأغلبية ساحقة، لكنه لا يزال الزعيم الأكثر شعبية في البلاد، ولا يزال ائتلافه الحاكم يتمتع بأغلبية مريحة في البرلمان. قتل نحو 5 أشخاص من بينهم جندي، وأصيب آخرون في هجوم شنه متمردو القوات الديمقراطية الأوغندية المتحالفة في مدينة سيبيني شرق الكونغو الديمقراطية. يذكر أن شرق الكونغو والذي يشهد عدم استقرار يعد موطنا للعديد من الجماعات المسلحة التي تتنافس من أجل السيطرة على هذه المنطقة الغنية بالموارد المعدنية، والتي تواجه أيضا تفشي فيروس الإيبولا. يشار إلى أن مسلحي جماعة تحالف القوات الديمقراطية المتمردة قد أودوا بحياة أكثر من 1500 شخص في منطقة بيني منذ أكتوبر من عام 2014. والآن مع أخبار الكرة والملاعب، أخبار الرياضة مع الزميل عبير شوشة، ولكن بعد هذا الفاصل. ختاما هذا تذكير بأهم عناوين الأخبار. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يعقد اجتماعا وزاريا لبحث ملف تنمية شمال سيناء. القضاء على خلية إرهابية بالعريش ومصر 14 من عناصرها.
ارتفاع حصيلة ضحايا تسونامي في إندونيسيا إلى 222 قتيلا. نهاية هذه النشرة الإخبارية المفصلة، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى لقاء جديد.